بديت فاش كنت صغيرة، عندي شي 11 عام أو 12 عام، كنت نجي عند الوالد. كان ما عندناش الولد، وكنت أنايا تنجي بالنسبة لي حيت صغيرة، كنت نجي تنعاونو. من بعد كنت نقرا وتنجي نعاونو. فاش بدا تيعيا وداك الشيء بديت نطلع أنايا، فاش ما بقاش يقدر يطلع كنت قبضت الباك ديالي، وقال لي بالنسبة لأن كان المحل مشهور، قال لي ما نقدرش نفرطو في المحل وداك الشيء يا بنتي، من الأحسن زعما تقابلي المحل ديالك. المهم هي هذيك بديت أنا بديت نقابلو، ما كملتش الدراسة، قابلت المحل والحمد لله كان كل شيء مزيان. هي في الأول تفرضات عليا لأن ما كانش عندنا الولد، كنت أنا يا صغيرة، كنت أنا وأختي وأنا يا صغيرة. من بعد وليت نحبها لأن مهنة شريفة، حبيتها بكل إخلاص، لأن فاش حيت باش كنت كبرت معها صغيرة ما جاتنيش زعما واعرة أو صعيبة بالنسبة للرجل للمرأة، فهمتيني؟ ما جاتنيش صعيبة لأن كبرت فيها من الصغر، وانا كبرت فيها كيف فرضت الشخصيه ديالي مع الزبناء ديالي ومع الجيران ديالي. الحمد لله كلشي تيحترم لان هنايا كنت صغيره وانا تنمارس هذه المهنه، ما جاتنيش واعره. فاش تقدر اي مهنه تتبدا فيها باش تكون صغير ما تجيكش صعيبه في الكبير. كاين بعض المرات تجيهم شي وحدين يعجب لان مهنه زعما تيقول لك واعره وداك الشيء، ومره ما عمرهم ما شافوا الكذاب. وكاين الكليان اللي كانوا مع الوالد والفوني وداك الشيء تجيهم عاديه، ما تجيهمش زعما شي حاجه صعيبه. تقريبا 40 عام وانا تنمارس هذه المهنه، مجوجه وربات بيت وعندي ثلاثه د الاطفال تبارك الله. واحد تخرج مهندس، والثاني توا ديزاينر، والثالث تبارك الله تيعمل الطب. لا الزوج ديالي استاذ. بعيد على هذه المهنه زعما، ولكن الحمد لله متفقين ومتفاهمين، ما عندنا حتى شي مشكل. لا لا حيت كانت اختو صديقتي كانت تقرا معايا وكانوا تيشوفون داك الشيء، ما عندناش حتى مشكل الحمد لله. وتنحاول نوفق بين البيت ديالي وبين الخدمه باش يكون هنا هنا التفاهم. هذه المهنه تنصح بها لاي امراه لان مهنه شريفه ومزيانه، وما كاين حتى شي فرق بين المراه والرجل اليوم، لان المراه دابا ولات تسوق تاكسي، تسوق طوبيس، تسوق اي ميدان، لان المراه دخلت في اي ميدان، ما بقاش زعما الفرق بين الرجل والمراه، ما كاين حتى شي امراه. انا فاش ندو على الانوثه ديال لافام بان في الحانوت تنكون كرجل، ولكن في الدار تنولي انثى، لان خصك تفرق، لان فاش تنكون في الحانوت تنفرد راسي هنا على الزبناء، تنفرد الشخصيه ديالي الحمد لله، تلقات تنخدم كرجل، ولكن في الدار تنمشي عاوتاني تنخدم كانثى مع الاولاد ديالي، مع الزوج، كأم ربات بيت مع الاولاد ديالي، مع الزوج ديالي كزوجه. وليداتي تيشوفوا فيا بكل افتخار لان الحمد لله نجحت في الميدان ديالي.